يعني جزء من نضج الامارات، الامارات في عمليه تجديد الفكر الديني وتكوين وزاره للتسامح نعم يجعلها تتعامل مع كافه الاديان. 200 جنسيه في الامارات يعني تعيش. يعني التسامح، والان هيعملوا مجلس للقوى الناعمه. يعني اللي موجود في الامارات معتمد بشكل كبير جدا على فكره على الازهر. يعني في زيارتي الاخيره لابو ظبي من اسبوعين كده، كانت القضيه انه فعلا في اعتماد كبير جدا على الازهر انه يقدم الفكر والتاصيل الفقهي لفكره التجديد. وده يمكن احنا الاسبوع اللي فات تابعنا مؤتمر الازهر، وانا كان ليا يعني شرف ان انا حاورت رئيسه البرلمان الاماراتي في حوار خاص، دكتوره امل القبيسي. زي ما بتقول حضرتك، بالفعل هناك امال عريضه بتعلقها الامارات على دور الازهر في هذه المساله وهذه القضيه. يعني انا اعتقد ايضا ان الامارات لعبت دورا كبيرا في زياره البوب فرانسيس للقاهره في المؤتمر اللي عقده الازهر، والقى فيه البابا خطابه. ده تم بمساهمة إماراتية في الاتصالات وفي التمهيد لهذا الموضوع، بحيث أنه بقى واضح جدا للبابسي أو للبابوية في الفاتيكان أنه الأزهر بيمثل ليس فقط مصر، وإنما يمثل العالم الإسلامي ويمثل العالم العربي.